معالجة قطعة الحصان نسحب دم من الوريد الأيمن، نسحب الكمية اللي نحتاجها، طبعا أحتاج 30 ملي من الدم عشان أخطو العلاج. هذا 30 ملي سحبناه من وريد الحصان الأيمن، نخلط معاه العلاج، نغزه بقطعة الحصان الجهة اليمين بعدين الجهة اليسار. طبعا نبدأ بخلط الأدوية الحين داخل الدم. امسكوا بعدين ليدوكاين 20 ملي. بسم الله. لكن ينبغي أن نلاحظ في هذا بعد استخدام واحد بعدين ترمونه بي كومبلكس 5 ملي. ستانازول 2.5 ملي. طبعا اللي عندي 60 ملي بحقن في كل منطقة 30 ملي. هذه هو 30 ملي. طبعا 30. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور where is the baby, here is the horse, finish the course 2 months. الحمد لله he is very well الحمد لله. Just we want your advice. مشوا شوي خطوة قدام خطوة قدام خليه يمشي خليه يمشي